كل حد من موقعه. قلت لها كلمة سيد الوزير أختي، قلت لها كلمة، قلت لها راهم شايلنا فيها عادي كده زين. صباح الخير مالك. صباح الخير، اهلا بيك كمال. صباح الحمد لله الحمد لله. زينه ما خليها خلينا نشوف. اهلا بيك ممتاز. التجربة بدأت عندها توا 4 سنين. من الأول كانت في العمل الميداني في تغطية صحفية للندوات الصحفية وغيرها من الوقفات الاحتجاجية. من بعدك تم اختياري في تقديم الأخبار، ومن وقت ذاك توا تقريبا بعد عام من وقتها لهذاك يعني نقدم في الأخبار. قبلها هي كانت تجربة من الأول مع حمزة بلومي في استوديو شمس في كرونيك، كانت خاصة بالاقتصاد، وثم كرونيك كانت خاصة بالتوسكية يعني الأخبار العالمية نقوم بالتحليل نتاعها. كما قلت لك بعديك أون باراليل عملنا العمل الميداني، ومن بعديك بعد عام تقريبا كان في اختياري في تقديم الأخبار. من وقتها اليوم هذا أنطق في تقديم الأخبار. في تجربتي في شمس كما مش باش نزيد برشا على الكلام اللي كان يقول لك فيه مالك، خاطر ما شاء الله كفى ووفى كل شيء قاله مالك. تجربة اللي احنا عايشينه قاعد يخرج للعبيد في لونتين، دونك قاعدين تسمعوا فيه تشوف هذيك احنا كي يقولوا وين انت وين احنا ولا رانا الاكثر حياد، هذاك اللي فهمه معناه مانيش قاعدين نتصنعوا برشا، ولا صحيح نعمل فيه مجهود كبير لكن بطريقه بسيطه. ديو هذايا جايب فكرة من الإدارة العامة ومن إدارة التحرير بالتحديد. كان ثم اختيار اللي قال زوز صحفيين شكون زعما مقدمين أخبار، بما أننا لزوز اللي نخدموا ماتينال نخدموا ماتينال ومتلسين ماتينال، قال شكون زعما، فاخترنا أنا وزينة في تقديم الأخبار. كانت فكرة من الأول، الفكرة هذه من الأول كانت حبر على ورق، لكن بعد ذلك خذيناها وخدمنا عليها أنا وزينة، تعبنا فيها برشا. كان ثم اختلاف شوية في وجهة النظر من الأول، لكن تعرف ديما يعني أصعب الأشياء في بدايتها. بعد ذلك استنسنا بعضنا في طريقة الخدمة، في تنظيم الخدمة، كيفاش تمشي الخدمة. بعدين بعد ذلك ولات الأمور يعني سهلة، لكن ديما تلقى بعض الاختلافات من الأول، والحمد لله كما قلت لك زينة أنا أصحاب من قبل، وهذا اللي خلى العملية تسهل واللي خلى اليوم نشرة 8 ومن فيها أعلى نسبة استماع في تونس الكل. بالإضافة لهذا فإنه ديو اللي تعمل ببيتي أنا وزينة في الحقيقة يعني برا في الشارع يسألوا فينا كيفاش تعملوا الديو هذايا، أكيد فديك زعما حاضر ماهوش حاضر، راه نقولوا ثم اللي يبدا حاضر وثم اللي يبدا موش حاضر جملة. الأكثرية موش حاضر، الأكثرية موش حاضر، الأغلبية يعني 90% موش حاضر، خاصة في تفديك. خلينا نتفديك تجي في وقتها ساعات كمال ما تحضر لهاش. شيخ نزار وبعده كمال عيد. ثمانية في استوديو شمس فاهم الصباح الخير. كل عدد الأخبار مع مالك وزينة. في زماننا هذا مالك كل شيء قابل للتهريب. وحدات الديوانة في مطار تونس قرطاج تمكنت البارح من إحباط عملية تهريب زوز كيلو ذهب في اتجاه المغرب حسب ما أكدوا شمس فاهم. مصدر من الديوانة قال إنه الكمية هذه تم حجزها عند امرأة مغربية هي ولدها. بعيد على التهريب، أنتم الموظفين في الإدارات العمومية؟
بون في الشمس راه حد ما عنده ايميسيون نتاعو كلها برامج الشمس. انا كيما عارفوني العبيد في الاخبار بديت بالاخبار راضيه جدا على تجربتي وادائي في الاخبار مع زملائي الكل في قسم الاخبار خاطر راهو كيف النشره تسمعوها 5 ولا 10 دقائق راهي النشره تاخذ وقت كبير وتقعد ساعات نخدموها على ساعه كامله وساعتين معناها نجاح جهود متضافره نتاع الناس الكل. بعد اختارت الاداره ولا فيت مدير التحرير هو اللي رشحني اني نخدم الانترفيو الماتينال. في تجربة المرة الأولى الحقيقة ما نكذبش عليكم خفت ما حبيتش ندخل فيها وخاطر ما كانش في بالي أصلا فكرة انترفيو ماتينال. خدمتها المرة الأولى بشوية من التحفظ بعد شوية لبست الكاس ولقيت روحي في انترفيو ماتينال الحمد لله لبس ومازال كفكرة مازال قابلة للتطوير وبطبيعة ما فماش كارير راه يقف كيف ما يبدا معناها الناس كل تمشي وتتطور تمشي تتحسن. بعد نلقى روحي في تجربة أخرى كيف ما نقولوا كيفاش نقولوا مالك حشرت فيها حشرا دونك في استوديو شمس مع شيكر بسبيس دونك اختارني شيكر بسبيس رشحني باش نخدم معاه. مدير التحرير اصر اصرارا اللي يسمعني اليوم في شمس بوند الحاح ما عندوش فكره علي انا كي كنت نبكي في الكولوار نتاع شمس قول ما نخدمهاش شمس بوند واليوم نحبها شمس بوند. تجاربي اللي لقيت روحها فيها حتى انت سالتني على الوطنيه ما كنتش متحمسه بون صحيح كان حلم لي اني نخدم في الاعلام العمومي في التلفزه الوطنيه بالذات شرف كبير لي اني خدمت في التلفزه الوطنيه وتحيه كبيره للي اختارني اللي هو زميلي في موزايك بوبكر بن عكاشه سويت للانترفيو كان يسمعني في الانترفيو دونك اختارني اني نخدم معاه الغوبريك اللي تشوفوا فيها كل نهار اثنين على الوطنيه الاولى في برنامج شكرا على الحضور. قلت له منور بوبكر اني راني التلفزه مازلت راني نحب نخدم في التلفزه والتلفزه الوطنيه بالذات اما راهو مازلت مانيش حاضره للتلفزه اليوم مازلت خليني نكمل نركز شوي. قال لي فازي نبداو. مدير التحرير نتاعنا زاد عماد قطاطه كي حكيت له الفكره قلت له جاو اقترحوا عليا كذا وكذا قال لي برا امشي ابدا بالتجربه ما كل حاجه عندها بدايه ما يصيرش ابدا كيما باش تبدا ومن بعد راه تتحسن بعد تعطش اكثر والحمد لله الحمد لله لاباس. ومازال جاك الرابع رجلي فكره والله انت شنو يا اخي هو كي يسمع تراك عشناه جمع الاولانيه دخلنا فيها يعني نقدموا في الاخبار يكون حتى الاولانيين بعد سيب ما عشت ما تراك تولي تركز على امور اخرى تركز على خدمتك تركز على صحه الخبر تركز على الحياد في المعلومه تركز على الدقه في المعلومه بالاضافه لهذا ما ثم حتى تراك اخر كمال اليوم 4 سنين في تقديم الاخبار ولا في تقديم حتى برامج اذاعي وقت يدخل قدام ميكرو ما عشت ما تراك لا فيريتي سواء بالنسبه لي انا ولا زميلتي زينه مالك اللي بروفيسيونيل على الاخر بالحق مش في وجهه نحكي لكن محترف جدا وإنسان قاعد يخدم صوته ما شاء الله تسمع فيه كل يوم رمنين ينجم يكون عنده مستقبل في مهرجان كارتاج ماهوش إطراء ومالك يعرف راه نتعارك انا وياه برشا من الاول توا الحمد لله لاباس اما النشره خذيت منا برشا من بدنيتنا كما يقولوا خذيت من ستريس باش اليوم تسمعوا نشره 8 كيف ما شفتوها. السر الاخر زاد باش نفضح مالك ما تقولش مالك راني قلت لك السر الاخر انا ساعات بقيت الاخبار ما نلقاش وقت نكتبوها تلقانا نرتجلوا من روسنا الاخبار والحمد لله لبيس لبيس بطبيعه مدير التحرير ما يعرفش الكلام اللي نعرف ندخلوا مالاش كاتبين الاخبار الكل من الوقت يحسك كي نبدا يخدم معايا مالك نبدا اليز مرتاح نقسم ولينا نفهم اوتوماتيك مو هاد الخبر هذيك هيدرا شنو خاطر عندنا تيزينغ زاده فما نختاروا عناوين النشره من الاول اكثر الاشكال كان تقريبا في العناوين فما مدير تحرير فاليدي معانا نطلبوه الصباح 6:30 ولا 7 وشويه نقول له واش عندنا ولا اختلفنا راه انا نقول له تيتر هذا تيتر توا سيء معناها ولينا كيما تقول نعرف انا باش نقول له ريت هذيك نعرفك باش تحطوا تيتر نقول له نعرف هذيك راك باش تحطوا تيتر دونك قرينا بعضنا كيما يقولوا حافظين بعضنا. المجسم البرونزي نتاع الورده ومهرجان الورد فرح برشا اهالي أريانا اللي قالوا وإنه زين لهم منظر المدخل نتاعهم. زينة صديقتي بك الغالية شاد ربي وفقها في تجربة تلفزية ممتعة برشا قاعدة تعطي في مجهود كبير برشا سواء زادة في الانترفيو كما كنت تشوف اليوم مثلا استدعت لأول مرة وفي أول ظهور ليه المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية إن شاء الله بالتوفيق لها ونتمنى لها كل خير وإن شاء الله علاش نقدموا أخبار ولا برنامج تكون فكرة في تلفزة بوركوا با علاش في نهار من نهارات كل شيء ممكن
وان شاء الله يا ربي يا ربي نقولوا احنا ان شاء الله من حسن الى احسن ونشوفوا بعضنا سواء انا ولا زينة ولا اي زميل اليوم اي زميل اليوم موجود في الساحه الاعلاميه. ان شاء الله يا ربي الاحتراف هو الكل وان شاء الله نشوفوا ناس الكل برا علاش ليه في تجربه احترافيه خارج تونس. مبارك للعروس. كلمة الختام الملك الخالد العروس باش يدخل قفص الذهب تخي بيانتو في الصيف ان شاء الله بدو بتمام. نحب نقولوا يقعد في نفس الريتم عاد تولي كيفاش يقولوها زوج من بعد اب وجوج زينة. زينة عندها طفل تحفون برشا اسمه اياس طفل مزيان محلية ربي يفضلهولها زي المسيون تاعها حسين ربي يخليهولها ان شاء الله وان شاء الله يا ربي ديما عائلة سعيدة ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي بوكو ليك انت زيدا كمال يعطيك صحة انك اخترت عملنا بورتري اليوم. ميرسي بوكو انت زيدا بالتوفيق وان شاء الله من حسن الى ما احسن. ونشكرك على المجهود اللي قاعد تقوم به كمال مجهود كبير برشا ان شاء الله يا ربي اللي في مخك لان انا نعرفك شنو عندك في مخك ان شاء الله يتحقق قبل عزيمه راهو يجي كل شيء ما ثم حتى أكيد. شيء اليوم مستحيل انسان يخدم على روحه الخدمه 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 وبيحاولها انسان تجيه فرص الرخ ليه كمان وما جاتش فرصه ما لغالك فكها فكها الا ما تجي فشل الفشل هذاك راه طريق النجاح فشل تعاود تقوم وتعاود تخدم على روحك وتوصل اللي حاجتك به انت المهم الهدف نتاعك يتحقق في الاخر الخدمه هي الكل. غرام وانا عياني جافي ديما ينساني اشفى في عدياني وضايع قلبي ما عطيت ونا قلبي هدية سكنته في عيناي ولا واحد في المية ريح قلبي معي